أنا سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم. نحمد الله عز وجل اللي أعطانا الثروة وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد. هذه البلاد بلاد الحرمين، بلاد نتشرف جميعا أن نخدمها. والحمد لله بلدنا في كل أنحاء في أمن واطمئنان ورخاء، مواطنين جميعا مجتمع على الحق الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يرحم من أقام هذه الدولة ومن عملوا معها في هذه المنطقة. سمعت عبد الله بن جبير أو سعود بن جبير أو ابنهم كله، نقول الحمد لله نحن دولة تخدم الإسلام، نخدم الحرمين الشريفين ونخدم بلادنا مواطنينا. هذه مسؤولية الحمد لله نتحملها ونعتزبها، وإن شاء الله أن نكون قائمين على ما ينبغي. وأرجو أي مواطن للملاحظة أن يبلغني إياها.